الزميلة أسماء حسن، هل معي؟ نعم نعم أسمعك جيدا. بالفعل نعم. نتواصل معكم من محافظة أسوان. دعونا في أن نشهد لديك أسماء، وتحية لك في البداية. تحية لك وتحية للسادة المشاهدين. بالفعل نتواصل معكم من محافظة أسوان وتحديدا من مدرسة أبطال أكتوبر، هذه المدرسة التي تحتوي على 3 لجان، يصل عدد الناخبين بها إلى 18,000 ناخب وناخبة منذ فتح اللجان تحت رئاسة وتحت إشراف السادة القضاة. شهدت هذه اللجنة تحديدا كثافة صوتية منذ الساعة 9 وحتى الآن، رأيت المرأة تشارك كثافة، أيضا بمشاركة بعض الرجال وبعض الشباب، ولكن المرأة هنا في أسوان تصدرت المشهد الانتخابي. أيضا هناك مسيرات تجوب شوارع محافظة أسوان، نظمها بعض الأحزاب لحث الناخبين على أهمية المشاركة. أيضا رأيت في اليوم الثالث من الانتخابات الرئاسية نسبة مشاركة كبيرة حتى هذه اللحظة، ربما يتغير المشهد في الساعات القليلة القادمة، ولكن أستطيع أن أؤكد أيضا هناك تباين في بعض اللجان الأخرى، نسبة هدوء، ربما يتغير المشهد وتتزايد نسبة المشاركة. على سبيل المثال في مركز كومومبو شهد في الساعتين الماضيتين هدوءا نسبيا، ولكن اللجنة التي أتواجد بها الآن شهدت كثافة صوتية. أيضا محافظة أسوان ناشدت كافة المواطنين بضرورة المشاركة والنزول للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية. أيضا لا يغيب المشهد عن تأمين القوات الشرطة وقوات الجيش لكل القائمين على العملية الانتخابية وسلامة المواطنين. نعم أيضا أسماء. كل التنسيات يعني مقدمة من الجهات التنفيذية. نعم أسماء، محافظة أسوان لها طبيعة خاصة، وفي الواقع ما لاحظتيه من مشاركة وخاصة من السيدات يعكس أمر بالتأكيد إيجابي ويعني وعي بالأهمية للمشاركة السياسية في العملية الانتخابية. حدثينا أسماء من واقع تواصلك مع المواطنين هناك، ما هو الدافع لدى أهالي محافظة أسوان وتحديدا المرأة هناك أن تشارك في انتخابات الرئاسة في يومها الثالث؟ بالفعل رأيت وعي كبير من قبل السيدات وكذلك الفتيات بأهمية المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري المهم، وقالوا أنه واجب علينا، واجب وطبي علينا بضرورة الإدلاء لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، وخاصة أن هناك تعاون كبير بين بعض الجهات التنفيذية متمثلة في محافظة أسوان وكذلك المجلس القومي للمرأة، تم تنظيم عدد من الندوات والتوعوية للمرأة هنا في أسوان في بعض المراكز لأهمية المشاركة والنزول والإدلاء بأصواتهن في هذا الاستحقاق الدستوري المهم. ورأيت هذا بالفعل لأن المرأة شاركت خلال اليومين الماضيين واليوم الثالث بنسبة كبيرة جدا، مما يعكس وعيها بأهمية استكمال مسيرة البناء والتنمية، وأنها لها دور كبير سواء في داخل المنزل أو الأسرة أو حتى في المجتمع. صحيح أسماء، يعني هناك بكل تأكيد تيسيرات تتم من أجل التسهيل على كل الفئات وتحديدا ذوي القدرات الخاصة للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية. حدثينا عن دور اللجنة الانتخابية التي أنت فيها الآن من هذه التيسيرات. بالفعل تم نشر عدد كبير من الكراسي المتحركة لذوي الهمم، وأيضا هناك شباب متطوعون أمام اللجان يساعدون كل ذوي الهمم أو كل الناخبين وتحديدا من كبار السن وذوي الهمم. وهناك رأيت أيضا بعض المرضى أو مصابون ببعض الأمراض يحرصون على المشاركة هنا في العملية الانتخابية. أيضا هناك سيارات إسعاف تنتشر خارج اللجان وتقديم الإسعافات الأولية في حالة حدوث أي شيء للناخب أثناء إدلائه بصوته في اللجان الفرعية. نعم أسماء، يعني هل ساعات اليوم الأخيرة عقب الموعد الرسمي للعمل تشهد إقبال أكثر
الأكثر من المواطنين من خلال متابعتك لليومين الماضيين في الانتخابات؟ بالتأكيد المشهد يتغير من ساعة لأخرى، وربما في الساعات الأولى تشهد هدوء، ولكن المشهد في بعد ساعة الراحة والساعة الرابعة يبدأ الناخبون يتوافدون بشكل مكثف على اللجان الانتخابية ويحرصون على المشاركة. ربما في اليومين الماضيين رأيت هذا الأمر بشكل جيد، نتوقع اليوم أيضا مشاركة كبيرة. نعم نعم نعم، بالفعل اليوم ربما يتغير المشهد في الساعات القليلة القادمة وتتزايد المشاركة، لأن هناك مشاركة كبيرة أيضا في الساعات الأولى، وربما تتزايد في الساعتين القادمتين بإذن الله. نعم، أخيرا أود أن أسألك يعني وتحديدا في محافظة أسوان، ما هي النقاشات الدائرة أثناء الانتظار للإدلاء بالأصوات؟ ما هو أكبر يعني هدف أو سبب يحفز المواطنين على المشاركة في الانتخابات؟ أكدوا بعض المواطنين أكدوا على أن هذا الاستحقاق لابد من النزول والمشاركة لاستكمال عملية البناء والتنمية، وخاصة أن محافظة أسوان شهدت خلال السنوات القليلة الماضية عدد كبير من المشروعات الوطنية والقومية والتي تمثلت في حياة كريمة، شهدت عدد كبير من القرى في محافظة أسوان شملتها حياة كريمة، والتي قدمت وسائل تنمية وخدمية للمواطن وشعر بها المواطنون هنا، وخاصة في الجزر الجبلية وفي الجزر نهر النيل، وكذلك بعض القرى التي شهدتها حياة كريمة. أيضا هناك إصلاحات في البنية التحتية، وبالتالي تنعكس على المواطن وعلى السائح أيضا وعلى الزائر لمحافظة أسوان. بكل تأكيد، وأشكرك جزيل الشكر على هذه المتابعة ونقل الصورة لنا من الانتخابات الرئاسية في محافظة أسوان. شكرا للزميلة أسماء حسن مراسلة أخبار مصر.